بريطانيا الخليجية، يا هلا فيكم وحياكم الله في حلقة جديدة من عربود. نبدأها مع أهم العناوين. بريطانيا وقعت اتفاقية لتنشيط السياحة في مصر. من هي الممثلة اللي راح تؤدي دور لينا هدي في فيلم ترمينيتور جينيسيس؟ المركز الكاتالوكي في مصر احتفل بعيد الميلاد وراس السنة، بس كيف؟ خطيب كيلي راولاند يطلب يدها عبر سكايب. مفاجأة مسلسل مهند الجديد، بس إيش هو يا ترى؟ كم هو المبلغ اللي ينفق المغني كاين ويست ليجعل من خطيبته كيم كارداشيان دائم متألقة؟ من هم اللي حضروا عزاء الراحل جمال إسماعيل؟ ومن هم أبرز الفائزين بمهرجان آسيا باسيفيك السينمائي؟ أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة روتانا الرائدة في صناعة الموسيقى العربية، بهدف تنظيم حفلات فنية لنجوم الفن العربي في مصر تنشط عدد من المناطق السياحية. التفاصيل في هذا التقرير. أعلنت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة روتانا الرائدة في صناعة الموسيقى العربية. تمت الاتفاقية في 22 ديسمبر 2013 بين كل من سعادة السفير ناصر حمدي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيس شركة روتانا الأستاذ سالم الهندي، بحضور وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية ضم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله رئيس غرفة السياحة في جنوب سيناء وعضو مجلس إدارة جمعية وكلاء السياحة المصرية الأستاذ محمد فايز، بالإضافة إلى مجموعة من قيادات شركة روتانا. شملت نائب الرئيس الأستاذ فراس خشمان المدير التنفيذي للديجيتال المهندس شريف إسكندر إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين في الشركة وممثلين عن الإعلام المحلي والعالمي ووكالات الأنباء. وبموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة روتانا بتنظيم ودعم عدد كبير من الحفلات الفنية المشتركة في مقاصد مصر السياحية مثل القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، مرسي علم، الأقصر، أسوان والساحل الشمالي، وذلك بهدف الترويج لهذه المقاصد ضمن فعاليات حملة 2014 عام السياحة العربية التي تتزامن مع مواسم العطلات الخليجية والتي ستساهم في دعم توافد الحركة السياحية من المنطقة العربية الخليجية إلى مصر. وتعليقا على هذه الشراكة أشار سعادة السفير ناصر حمدي رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة إلى أن مصر التي اشتهرت بشعبها المضياف تستقبل زوارها بالترحاب في مختلف وجهاتها السياحية الأخهذة، حيث تقدم لهم فرصة التمتع بالأنماط السياحية المختلفة التي يزخر بها المقصد السياحي المصري والبرامج الفنية المتنوعة، إلى جانب عدد كبير من أنواع الرياضات المفعمة بالحيوية والتشويق، الأمر الذي يتيح لهم قضاء عطلة مشوقة في أي وقت من السنة. وأكد سعادته على تضافر جهود وزارة السياحة المصرية وهيئة تنشيط السياحة للعمل على توفير العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية التي من شأنها إرضاء زائري المقاصد السياحية المصرية من الأخوة العرب. هذا البروتوكول يشكل أحد الأدوات التي تخدم ذلك الهدف والتي تساهم في جذب المزيد من السائحين العرب للاستمتاع بالمقصد السياحي في بلدهم الثاني أي مصر. ومن جهته شدد الأستاذ سالم الهندي على مكانة مصر كأكبر داعم للقضايا العربية وتاريخها العريق، وقال كشركة خليجية عربية فأننا ملتزمون بالوقوف جنبا إلى جنب مع مصر العروبة لاستعادة استقرارها ولتعود بإذن الله كما كانت واحة أمن وأمان لكل مواطن عربي وسندا للقضايا العربية، متمنيين أن تزول هذه الغمة عن هذا الشعب الأصيل ليعود كما كان وأفضل، خاصة وأن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال كان من أوائل الأشخاص الداعمين للسياحة في مصر، حيث قضى جزءا من إجازته السنوية صيف 2013 في شرم الشيخ تأكيدا على الأمن والأمان اللذان تتمتعان به. من هي الممثلة اللي راح تؤدي دور لينا هدي في فيلم ترمينيتور جينيسيس؟
ممثلة Game of Thrones إميليا كلارك والتي يعرفها ملايين المعجبين باسم كاليسي تم اختيارها لتمثل دور سارة كونور في النسخة المعادة من The Terminator. لعبت الدور سابقا ليندا هاملتون في النسخة الأصلية لجيمس كاميرون، والمثير للاهتمام كان تجسيد لينا هالي للدور وهي شريكة كلارك في Game of Thrones، وقد جسدته في سلسلة تلفزيونية The Sarah Connor Chronicles. اختيار كلارك للدور سيسمح لها بالعمل مجددا مع ألان تايلر الذي أخرج أيضا 6 حلقات من مسلسل للإتش بي أو. Alan Taylor the director is just a genius, an absolute genius. وبالطبع فإن أرنولد شوارزنيغر يناقش موضوع عودته ليأخذ الدور الذي صنع منه نجما. Hello everybody. الفيلم الجديد له عنوان مؤقت حتى الآن وهو Terminator Genesis، ومن المتوقع إصداره في 2015. أقام المركز الكاثوليكي حفل فني بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة. حضر عدد من الفنانين ومنهم صلاح السعدني، إلهام شاهين، وندى بسيوني، وأحيى الأمسية كورال من الأطفال والشباب والكبار. نتابع الحدث في هذا التقرير. الكاثوليكي حفلا فنيا بمناسبة أعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم إلهام شاهين، صلاح السعدني، ندى بسيوني، شيرين، ويوسف فوزي، ورندا البحيري، وياسمين جيلاني، ومنى هلا. أحيا الحفل كورال الأطفال والشباب والكبار. وأكد الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكي أن الاحتفال هو رسالة حب وسلام للعالم أجمع ودعوة للخير والمحبة من كل بقاع الأرض. كل المصريين كل سنة وانتم طيبين، وبطلب من ربنا يكون عام 2014 علينا جميعا كله خير وسلام وحب ووئام بيننا جميعا، وخاصة نتناسى الخصام ونبدأ عام جديد نتكاتف معا من أجل مصر. كل سنة وانتم طيبين، والرسالة اللي عايز أوصلها إن إحنا كلنا واحد وفي أعيادنا مع بعض كلنا، خصوصا المركز الكاثوليكي طبعا بيعمل شغل ابونا بطرس الحقيقه، بيجمعنا دايما في جميع المناسبات كانت مسلمه او مسيحيه، فده حاجه جميله قوي ان احنا كلنا في ايد واحده فعلا، وان احنا دايما في اعيادنا مع بعضنا مفيش فرق بين حد وحد. فكل سنه وانتم طيبين، وميري كريسماس وهابي نيو يير، وسنه سعيده جميعا يا رب على المصريين جميعا، وعلى مصر يا رب تبقى دايما بخير ونبعد عنها اي شر. كل سنه واحنا كلنا طيبين وبخير، وينعدي الايام ودايما نبقى في احتفالات ودايما مع بعض ودايما حابين بعض، وان الحب هو اللي يسود والسلام اللي يسود، واحنا مصريين جامدين قوي. احنا هنفضل طول عمرنا شعب واحد، مصريين مسلمين مسيحيين، كل سنه واحنا كلنا طيبين، وميري كريسمس وسنه سعيده علينا كلنا ان شاء الله. جايين نحتفل طبعا بالميلاد المجيد باذن الله، ويا رب طبعا يحمل كل الخير والسلام للعالم العربي كله باذن الله. كل الانسانيه ذكرى ميلاد السيد المسيح، كل سنه مصر بخير، ولادها كلها حواليهم بيفرحوها وبيهنوها بانها بتبني مستقبلها. دي مناسبه مقدسه لانها وحده وطنيه بغض النظر عن الديانه، الجمع الهائل ده وحده وطنيه ونسيج وطني واحد مهم جدا، بل هو اهم حاجه في بلدنا ان احنا نهنئ بعض باعياد بعض. بيعملوا لنا في افطار في رمضان واحنا بنيجي في الكريسماس نسلم عليهم ونعيد عليهم، ده المفروض وده هو الموجود، بعكس اللي العالم كله عايز يثبت العكس للاسف الشديد. انما اديك شايف اهو احنا على الطبيعه، وما فيش حد يعني لا واخد فلوس ولا واخد يعني غرض معين او مصلحه معينه يجي، احنا بنزل من بيتي للضروري القوي، انما مش ممكن افوت المناسبه دي ابدا كل سنه. الحمد لله جاي اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب متجمعين كده على خير. والحقيقه انا اول مره احضر الاحتفال ده وانا سعيد سعيد سعيد، وبندم الحقيقه ان انا ما كنتش بحضره السنين اللي فاتت. انا مبسوط وكل سنه وانتم طيبين، وميري كريسمس اند هابي نيو يير، وان شاء الله نتجمع تاني السنه الجايه ونبعت رساله على ان كلنا نقول لهم عمر ما حد هيفرقنا، دايما هنفضل في ايد واحده وهنفضل مع بعض، واحنا الاثنين هنبني مصر ان شاء الله ونبقى افضل كتير جدا في المستقبل.
مايلي سايرس تعترف أنها تخاف من الوحدة. كيتي بيري تحضر مفاجأة لمعجبيها. خلونا نشوف التفاصيل. مايلي سايرس اعترفت مؤخراً أنها لطالما خافت من البقاء وحيدة، ولذا قلقت من انفصالها عن خطيبها ليام هامسورث. منذ أن أنهى الاثنان خطوبتهما قبل 3 أشهر، أصبحت مايلي مستقلة ووحيدة، ووجدت أنها تشعر بالسعادة وهي تحب أن يعلم الناس بذلك. I'm always like tweeting, you know, new things that are coming up and like letting people know what I think or what I'm into and what like trends I'm following. الآن وقد أصبحت بحال جيدة، فهي لم تعد مستعجلة للعودة إلى الاتكال على أحدهم. يبدو أن صديق مايلي التالي لن يتعب كثيراً بالدفاع عنها، فهي شابة مستقلة الآن. الآن كيتي بيري التي تحضر لمفاجآت لبعض معجبيها المحظوظين الذين سيحضرون حفلاتها خلال جولتها المسمى بريز. تقول كيتي إنها ستنتقي بعضاً من المعجبين الذين لا ينظرون نظرات مجنونة وتدعوهم لينضموا إليها على المسرح، وهذا أمر سهل لأن على المسرح الجديد الذي بنته يسهل المشي نحو وسط الحشود. إذن تذكروا يا معجبي كيتي، إن أردتم الصعود إلى المسرح معها فلا تنظروا نظرات مجنونة. أخيراً خطيب كالي رولاند طلب يدها منذ سنوات عبر سكايب، حتى ولو أنها أخبرتنا لذويها بالأمر. نعم، لا يبدو الأمر رومانسياً جداً، صحيح؟ ولكن كالي تقول إنها كانت لحظة مذهلة، وكونها كانت في بلغاريا ليس بالأمر المهم أبداً، الأمر الأهم هو أنها ستتزوج من أفضل صديق لديها. بعد الفاصل، كم هو المبلغ اللي ينفقه المغنية كاني ويست ويجعل من خطيبة كيم كارداشيان دائم متألقة؟ ومنهم اللي حضروا عزاء الفنان جمال إسماعيل؟ حياكم الله من جديد. أقيم عزاء للممثل الراحل جمال إسماعيل في مسجد القوات المسلحة، وحضر عدد من الفنانين لمواساة أهل الفقيد، منهم محمد فؤاد، فيفي عبده، غادة عادل، وأحمد السقا. نشوف تقرير عن مراسم العزاء. حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور مراسم عزاء الفنان جمال إسماعيل بمسجد القوات المسلحة في مدينة نصر، وكان في استقبال المعزين أسرة الراحل والفنان أشرف عبد الغفور نقيب المهنة التمثيلية، ومن الذين حضروا العزاء الفنان محمد فؤاد وفيفي عبده وغادة عادل وأحمد السقا ونضال الشافعي وأحمد ماهر ورشوان توفيق والمخرج أحمد صقر. كما حرص المنتج سمير خفاجي على الحضور على كرسي متحرك بصحبة الفنان فاروق فلوكس. الأخيرة كان تعبان يعني جدا، بيعاني من مشاكل، من كذا مشكلة يعني في الظهر وروماتيزم وسكر، كان تعبان يعني. فهو يعني الحمد لله ان هو توفى في بيته يعني في سريره، هو ده اللي هو كان يحبه يعني. هو ما ماتش هو في قلوبنا، وان الله وان لا رجعون ده حل الدنيا. اقول له ربنا يصبرنا على فراقك، اقول له في الجنة ونعمها، أقول له حبيبك كتير قوي في مصر، في السعودية، في السودان بيكلموني عايزين يعملوا له عزاء. أقول له هتوحشنا قوي قوي، بس كل أعمالك مش الفنية بس، لأعمالك الصالحة كلها قاعدة في أولادك وفي أحفادك وفي الذرية الصالحة إن شاء الله اللي تدعي ليك. أخوي وصديق عمري الفنان الكبير الأستاذ جمال إسماعيل، مش بس كان فنانا عظيما، كان عبدا صالحا يعني. أقول عليه إن احنا في التصوير الحمد لله يعني يمكن تجدوا قليل الكلام، أغلب ما هو قاعد يسبح، لا يكف عن التسبيح، لا يكف عن التسبيح، سبحته في ايده ولا يكف عن الذكر ولا عن الشكر
وعلى الحمد لله سبحانه وتعالى. لما بيبقى في فنان بسيط وجميل وما يعمل لكش مشاكل بتبقى أنت سعيد بيه جدا جدا. أنا افتقدته والأعمال كلها الفنية افتقدته، وبقول الله يرحمه الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته بإذن الله. كتر ألف خيركم، كتر ألف خيركم على الدعوات اللي نازلة، كتر ألف خيركم. زي ما حبوكوا أنتوا حبتوه، هو كان بيحبوكوا قوي، هو علمنا حب الناس، إن البني آدم سيرة، إن البني آدم عمل وسيرة، والحمد لله ربنا قعده له، وكان محب الرسول وكان محب للنبي. اشتركنا في آخر عمل مع بعض، كان حبيبي يا رسول الله، ما عندكش فكرة عن الالتزام والجمال، الأخلاق الفرسان، أخلاق الفنان. المسرح الساعة 10 يكون من 8 موجود، معلمنا كلنا الانضباط والاحترام، ملوش حس ملوش صوت، هادي ورحل في هدوء زي ما كان نسمة رحم الله الفنان العظيم الجميل المبدع جمال إسماعيل. الله يرحمه ويحسن إليه، محدش بيقدر على خلقه. وعم جمال أنا اشتغلت معاه كتير جدا، يعني انا حزين عليه جدا جدا، ولكن ما حدش بيخلع على خلا، وان لله وان اليه راجعون، ربنا يسكنه فسيح جناته يا رب. خير الله، واضح احنا كله بنفقد واحد عزيز علينا، واعماله الحمد لله كفيله بانها تتفكرنا بيه. يعني اعطى الكثير لكل المجالات الفنيه، سينما ومسرح وتلفزيون واذاعه. فنان اصيل عريق ملتزم على خلق، إنسان بكل معنى الكلمة. ألف رحمة وأسكنه الله فسيح جناته، رمز الرجولة والعطاء والأخوة والتقوى والصلاح، الفنان اللي أفنى حياته عشقا لهذه المهنة، رحم الله الأستاذ الكبير جمال إسماعيل. المرحوم جمال إسماعيل فنان كبير، يعني خدم الحركة الفنية في الدراما وفي السينما وفي المسرح، وكان على المستوى الإنساني شخصية فنان محترم، وفنان يعني المصريون جميعا أحبوا هذا الرجل، ويعني كان نموذج للفنان الحقيقة الملتزم، يعني يمكن طوال أكثر من 50 سنة وهو بيمثل، ربنا يرحمه رحمة واسعة. المبلغ اللي ينفقه المغني كانيا ويست ويجعل من خطيبته كيم كارداشيان دايم متألقة؟ وإيميلي بلانت تقيم حفل فاخر لطفلها، خلونا نشوف التفاصيل. الآن كانيا ويست الذي ورد أنه ينفق 250 ألف دولار لكي يبقي خطيبته كيم متألقة على مدار الساعة وكل يوم، بينما يقوم كاني بجولاته الفنية يبقي كيم إلى جانبه كلما استطاع، وحين تتمكن من الانضمام إليه فهو يريدها أن تبدو مذهلة، لذا فمصفف الشعر ومصمم الأزياء وخبير التجميل وكل من تريد يجهزون بلحظات، إذ يستحضرهم بالطائرة الخاصة ليلبوا طلبات كيم. أخيراً إيميلي بلانت قامت بحفل فاخر لطفلها، هي وزوجها جون كرازينسكي قاما بالأمر في منزلهما في لوس أنجلوس، وكان من بين الضيوف جينيفر أنستون، جاستن ثرو وكريستن بيل. الكل جلب الهدايا لأميلي واستمتعوا بيوم استرخاء برفقة أصدقائهم النجوم. هذا الطفل الأول لأميلي، ولدينا شعور بأنه لن يكون الأخير، فهي لطالما عبرت عن أنها تحب العائلة الكبيرة، ولذا فإن هذه الحفلة المميزة ستكون واحدة من حفلات كثيرة. إيش راح يخبرنا كل من الممثلين جيسون ستاتام، كيت بوسورت، جيمس فرانكو عن فيلم هوم فرونت اللي يعرض حاليا في الصالات العربية؟ I miss mom. Me too. Quiet, loser. Give it back. You want it? Come get it. What you gonna do about it? أجل، هذا ما تحصل عليه عندما تعبث مع ابنة جيسون ستيتام. في فيلم الأكشن هوم فرونت نرى النجم الإنجليزي يلعب دور عميل سابق في إدارة مكافحة المخدرات، ينتقل إلى بلدة جديدة بعد حادث وقع في المدرسة لم يتأذى خلاله أحد، وجد نفسه وابنته مستهدفين. We have, you know, the
the kind of fun that families get to do. Well, it depends what kind of family you're in, right? But the ones that we try to make it, you know, authentic and real and enjoy ourselves a little bit. And then all that sort of gives a great help to what really comes with the next wave, with all the sinister side, with the, you know, the small-minded sort of locals that really get, you know, get stuck in a little too deep for their own good. I want this thing settled, and I mean now. Is that the father, not your girl? You the father? You the father? You think we're gonna be disrespected? Can you go over there and do some things? Mess with their heads like you do everyone else. Scare them. I love playing her. It was exhausting because playing someone who's under the influence of drugs like that is just a constant tightening of the body and the voice and just aggressive. You know, it's an aggressive feeling that you sort of struggle with yourself and ultimately play with other people. Your door's open. Nate McCollin. It's a damn undercover cop. Very nice to meet you, Agent Broker. I'd be real careful, Broker. People around here don't shake and make up. Hey, neighbor. Can I get that pump from him? I'm almost done. Whatever you're thinking, we thinking. يلعب جيمس فرانكو دور الشرير، إنه تاجر مخدرات عديم الرحمة، ويلعب أيضا دور أخي كيت بوسورث التي تلعب دور فتاة تتعاطى المخدرات. يمثل فرانكو عادة في أفلام فنية أكثر، لذا كان من المفاجئ أن نراه إلى جانب جيسون ستيتم في فيلم أكشن. What is kind of bought by having that action baseline is room to create wacky character. إنه يجسد طبعاً شخصية غريبة الأطوار، لكن فلنواجه الأمر، يحوي هذا الفيلم كثيراً من الحركة. You know, the next thing you know, it opens the doors for some great action. I get to do a bit, Isabella gets to do a bit. It's like a little tag team of punch-ups. You've worked up a pretty bad rep around here. I don't want any more problems. Tell your little girl she's got nothing to worry about with such a tough daddy around. They call him Gator for some reason. The word is he's cooking up that meth. I don't want that narc Broker laying low in my town. Let's take him out. إن كاتب النص ليس ببعيد عن هذا المجال، إنه سيلفستر ستالون الذي كان من المفترض أن يلعب بنفسه دور البطولة، لكنه في الأخير قرر التخلي عن الدور لصالح صديقه المقرب جيسون. وعندما يقدم لك ستالون بنفسه العرض لا يمكنك أن ترفض. Yeah, it's a pretty sort of a surreal moment when someone like that gives you, you know, a personal thing. Because I've always looked up to Sly. I've always, you know, I've seen every movie he's ever done. So it's someone like that, your hero, gets to give you something. It's a big deal. شاهد ستيثم يقضي على الأشرار ويبرحهم ضربا في هوم فرونت. I'm really scared. Please hurry. Trust me, I'm coming. بعد الفاصل سيلينا غوميز تلغي رحلتها إلى أستراليا. يا هلا فيكم بعد الفاصل. سيلينا غوميز تلغي رحلتها إلى أستراليا. كريستيان بيل يلجأ إلى الأوبرا لما يكون تعيس. وتوأم شارلي شين من الممكن أن يرسلوا إلى الحضانة. خلونا نشوف التفاصيل. ألغت سيلينا غوميز رحلتها إلى أستراليا من ضمن جولتها ستارز دانس بسبب الإرهاق. مصدر مقرب من النجمة قال إنها تعمل من دون توقف منذ أن كانت في 15 وتريد أن تخصص وقتاً لنفسها. كريستيان بيل يقول إن الحياة مثل الأوبرا. نجم أمريكان هاسل يعترف بأنه لا يحب الأوبرا، ولكنه يقول إنه حين يشعر بالتعاسة يلجأ إليها لأنه يكون في مزاج يسمح باستخدام المشاعر العميقة بسرعة. That's really the test for me is how do I keep thinking about it and for how long do I keep thinking about it. بوب وماكس الولدان التوأم للنجم تشارلي شين قد يرسلان إلى الحضانة. الصبيان كانا يمكثان مع عمهما بينما أمهما أي الزوجة السابقة لشين بروك ميولر كانت تخضع للتأهيل، ولكن ورد أن سلطات لوس أنجلوس قد تفرض أن ينقل التوأم إلى حضانة تحددها المحكمة. انتابع حلقة اليوم من عربود مع آخر أخبار المشاهير الأتراك. أعلنت كاتبة مسلسل مهند الجديد كورت وشورا من خلال صفحتها على الفيسبوك أن مفاجآت عيد رأس السنة ستكون بدء عرض إعلان المسلسل.
كما ذكرت أن المسلسل سيبدأ عرضه في فبراير من العام المقبل على قناة ستار التركية. المسلسل بطول الممثل التركي كيفان شتاتيتوغ أي مهند، والممثلة التركية فرح زينب عبد الله أي إيلان. المسلسل مأخوذ عن رواية الكاتبة التركية نرمين بازمان كورت سيد أند شورا، وهي رواية نشرت عام 1999 في تركيا. تدور أحداث المسلسل حول الثورة البلشيفية في عهد روسيا القيصرية، كما تدور الأحداث بين عامي 1890 و 1920. تجدر الإشارة إلى أن كيفانش كان قد سقط عن الحصان خلال تصوير مشهد من المسلسل وتعرض لكسر أربع من ضلوعه، كما تم استبدال النجم بشاب روسي ليؤدي الحركات الخطيرة التي سيعجز كيفانش عن القيام بها. غنت الممثلة التركية فهرية أفتشن المعروفة بالوطن العربي بنجلاء في مسلسل أوراق المتساقطة في مسلسلها السابق طائر النميمة، وهذه المرة ستغني أغنية أخرى. وعبرت فهرية عن استمتاعها بالغناء خلف الميكروفون كاستمتاعها أمام الكاميرا، رغم أنها لم تمتهن الغناء بشكل احترافي. وتابعت فهرية أن الأغنية الجديدة هي من الأغاني المحببة لها، وكان هناك الكثير من الصعوبات في أدائها، لكن رغم ذلك استمتعت النجمة بها. Alem duyar, ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar, aman gülüm, nanay topkah güllüm, nanay nanay ki var yârim. Nanay, nanay, esmer yârim, nanay. مشاهير من مواليد 29 ديسمبر، نقول هابي بيرثدي للممثل جود لو اللي ترشح عام 2000 لجائزة أوسكار كأفضل ممثل في دور مساعد عن فيلم The Talented Mr. Ripley، وعام 2004 لجائزة أوسكار كأفضل ممثل عن فيلم Call Mountain، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 41. ونقول كمان هابي بيرثدي للممثل جون فويت والد الممثلة أنجلينا جولي اللي فاز عام 1979 بجائزة أوسكار كأفضل ممثل عن دوره في فيلم كامن هوم، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 75. بعد الفاصل، من هم أبرز الفائزين بمهرجان إيشيا باسيفيك السينمائي؟ حياكم الله في القسم الأخير. جينيفر لوبيز تتكلم عن بدايتها كراقصة وعن زوجها السابق مارك أنتوني، وكمان عن أبرز المحطات في حياتها، بس كل هذا في التقرير. تستطيع جينيفر لوبيز الرقص والغناء والتمثيل، إنها أيضا مصممة أزياء وسيدة أعمال، إنها سيدة صاحبة إنجازات كبيرة. لقد سجلت عددا من الألبومات التي بيعت منها ملايين النسخ، كما وصورت العديد من الأفلام الناجحة. أو تعلمون أنها تقاضت 17 مليون دولار لتكون في لجنة تحكيم أمريكان آيدل، لذا لا يمكن إنكار أن مغنية جينيفر فروم ذا بلوك أبلت بلاء حسنا. It's a gift.
ولدت جينيفر لين لوبيز في برونكس في نيويورك في 24 من يوليو عام 69. والدها ديفيد لوبيز ووالدتها غوادالوبي هما من أصل بورتوريكي. لطالما كانت هذه الجذور جوهر نجاحها بما أنها فتاة لاتينية جميلة صاحبة قوام رشيق. إن جيلو هي الشقيقة الوسطى للازلي شقيقتها الأكبر سناً وليندا شقيقتها الصغرى. عام 2012 وفي إحصاء أجرته مجلة فوربس حلت فتاة برونكس في المرتبة الأولى بين المشاهير أصحاب النفوذ الأقوى، لكنها لم تنس أبداً من أين أتت. وهي في 18 من العمر أجبرت لوبيز على النوم على أريكة في استوديو الرقص في الفترة التي كانت تشق فيها طريقها في عالم الاستعراض. أما السبب لم يوافق والدها على دخولها عالم هوليوود. لحسن الحظ لم يمض وقت طويل قبل أن تثبت لهما أنهما على خطأ، فها هي تنضم إلى فرقة رقص في أوروبا، كما حصلت على دور في فريق فلاي جيرلز في المسلسل الناجح In Living Color. إذا نظرنا إلى الوراء كانت حياتها حينها غاية في البساطة. It was less complicated then. You know, I was a dancer, you know what it is. You know, you just go, shoulder bag, go to rehearsal, go to work, pick up your little check. Buy new shoes. It was very simple, but now it's a little bit crazier, but better. وفقا للنجمة نفسها، إن أبرز إنجاز حققته هو أنها أصبحت أما للتوأم ماكس وأمي. اكتشفت جيلو أنها حامل عندما كانت في جولة مع زوجها السابق مارك أنتوني. When we decided to do the tour, I didn't know I was pregnant. And then, while we were rehearsing for the tour, like a few weeks before, I found out I was, and I said, "Oh wow, okay." What's gonna happen? And the doctor said, you know, it's perfectly safe for you to go on tour. I said, I start this date, I finish this date. بدت مشعة خلال حملها مع ذلك البطن الجميل، لكن كما يبدو لم تكن سهلة الطريق إلى الأمومة. I did kind of carry myself in a different way because at that point in my life I was a different person. It just wasn't me anymore. It was me and two other people, you know. So yeah, two. And so I had to not only, you know, do what I had to do as my job, but I also had to take care of them at the same time. And immediately your life and the way you think changes. قد تكون جينيفر المثيرة صاحبة أشهر قوام في العالم، لكن بعد أن وضعت توأمها عانت المغنية قبل أن تعود إلى سابق عهدها. إن اتباع حمية وممارسة التمارين ليس بالعمل السهل، لكن جين قررت أن تفعل هذا بابتسامة عريضة، وقد نجحت في الأخير في بلوغ الهدف. It was a lot of hard work to get back in shape. Are you kidding me? I mean, I would never want anybody out there to think like, oh yeah, it was just easy and, you know, 3 weeks later I was back to my old self. That's a lie. It's, you know, nobody. That doesn't happen for anybody, just so you know. في الوقت الراهن تبدو النجمة أفضل من قبل، ما يذكرنا بإحدى أفضل اللحظات لها على السجادة الحمراء خلال حفل توزيع جوائز الجرامي، عندما ظهرت جينيفر متألقة بفستان من مجموعة فيرساتشي، أجل الفستان الأخضر. كان واضحا أن الأمور لن تبقى على حالها. أسلوبها الجريء ساعدها كثيرا في عملها، ومع أنها اكتسبت لقب النجمة في وسائل الإعلام، إلا أن للممثل أليكس أولوفلين الذي شاركها بطولة The Backup وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بتلك الأم العزباء المثابرة. Another insight I had is that Jennifer Lopez, J-Lo, Jenny from the Block, whatever you know her as, is super cool, not a diva at all. تخطف جيني أنفاس ملايين الرجال كل يوم، ما يطرح سؤالا مهما، كيف يستطيع الممثل ألا يغرم بها خلال تصوير عمل ما، لا سيما إذا كان كلاهما غاية في الجاذبية. How do you not fall in love with her? I don't know. And by the way, I recommend it. بعد أن تطلقت من مارك أنتوني وكان هذا طلاقها الثاني، جمعتها علاقة بالراقص ومصمم الرقص كاسبر سمارت البالغ من العمر 26 عاماً. فكان الشاب الأخير بعد تاريخ رومانسي طويل ومضطرب. لا يمكننا أن نلوم الفتاة لأنها حاولت، صحيح؟ فلنعد إلى عام 97 ونتذكر زواجها الأول الذي لم يدم طويلاً من النادل أوجاني نوا. تبعه علاقة قوية استمرت لعامين مع شون كومبس الملقب بديدي. عام 2001 تزوجت بالراقص كريس جود، وبعد سنة تطلقا فارتبطت ببن أفليك. ما الذي يمكننا قوله بشأن هذا الثنائي؟ كان الأشهر على الإطلاق في العالم، وقد أحبت الصحافة أن يكونا معا، واستمتعت في رؤية هذين النجمين على علاقة. عام 2004 تزوجت جينيفر المغني مارك أنتوني، لكن لسوء الحظ لم تكن المرة الثالثة فأل خير عليها،
لم تسمح لوبيز يوماً بأن يؤثر فيها الكلام الذي يطال حياتها العاطفية، وبينما كانت تروج لمسلسلها الجديد The Fosters الذي تدور أحداثه حول ثنائي يتبنى أطفالاً، راحت النجمة الكاسرة للحدود تتحدث علناً عن عائلتها غير التقليدية. بالنسبة إلى جين، ما يهم في الحياة هو أن تكون مثالاً أعلى لولديها، ومع أنهما لا يترعرعان وهما يكافحان كما فعلت، تحاول أن تمرر لهما الأخلاقيات التي تعلمتها من والديها. You know, the things that I felt served me very well in my life, that my mom and dad taught me: hard work, respect for other people, independence, all those things are the things that I want to teach my children as well. يبدو أن لخيبات الأمل والتقدم في السن والأمومة تأثيرها الإيجابي في لوبيز، وهي تجعلها أقوى. تعتبر اليوم مغنية مشهورة ومطلقة موضة كبيرة ونجمة عالمية. نأمل أن تستمر جيلو في التألق على السجادة الحمراء كمحاربة حقيقية تغزو العالم بأغنية وفيلم وفستان في الوقت نفسه. نتابع حلقتنا من عربود ونروح إلى باكاو، وراح نلقي الضوء على أبرز الفائزين بمهرجان إيشيا باسيفيك السينمائي في هذا التقرير. مهرجان إيشيا باسيفيك السينمائي أقيم للمرة الأولى عام 54، وهذه السنة جرت الدورة 56 منه في فينيشيان أوتيل في ماكاو. We have an ongoing mission to expand people's view of Macau as a great destination for leisure and entertainment. الرابح الأكبر في المهرجان كان الفيلم الياباني Like Father Like Son الذي حصد جوائز أفضل مخرج وأفضل فيلم، كما نال الفيلم جائزة لجنة تحكيم مهرجان كان، واشترى DreamWorks حقوق نسخة أمريكية منه. عن فئة التمثيل، ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى لي كانغ تشانغ لأدائه في Stray Dogs، والنجم الهندي نوازودن سيديكوي ربح جائزة أفضل دور مساند في فيلم لانش بوكس. We also invested a lot of time in the sound design, as much time as we did the edit for. We did the sound design for 3 months as well. جانغ زي ربحت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم وونغ كار واي واسمه جراند ماستر، وفازت ياو يان يان بجائزة أفضل ممثلة بدور مساند عن فيلم إيلو إيلو. المخرج أنتوني تشان لخص عمله حين تحدث في المهرجان. Ma is very much universal language, you know, cinema transcends culture, language. حلقتنا لليوم من عربوت خلصت، نشوفكم بكرة في أمان الله.